الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نتكلم اليوم عن بعض التشوهات الولادية في المسالك البولية والتناسلية عند الأطفال. تصاب المسالك البولية والتناسلية عند الأطفال بالعديد من التشوهات الولادية، منها مثلا ضيق مخرج الكلية والمسمى بتضيق الوصل الحويضي الحالبي الذي يؤدي إلى احتقان البول في الكلية ويستوجب عمل جراحي للحفاظ على وظيفة الكلية عند الطفل. منها أيضا ارتجاع البول إلى الكلية من المثانة، وهذا ما يسمى بالجذر المثاني الحالبي. منها أيضا بجس المثانة، والذي يعني فتح المثانة على سطح الجلد في منطقة العانة. دسامات الإحليل الخلفية أيضا من التشوهات الشائعة، والتي تعني وجود صمامات في أول الإحليل البولي عند مكان البروستات عند الطفل، ويجب إصلاحها بعمل جراحي للحفاظ على الشجرة البولية. من التشوهات أيضا الإحليل السفلي أو الإحليل التحتاني، والذي يستوجب عمل جراحي لإصلاح فتحة البول وإعادتها إلى مكانها الطبيعي في رأس القضيب. منها أيضا الإحليل الفوقاني، وهو التشوه نادر ولكن يستوجب عمل جراحي. الخصة عند الطفل الذكر قد تصاب بتشوهات عديدة، منها القيلة الخلقية الولادية، وهو تشوه شائع جدا وسليم في الغالب، يزول تلقائيا خلال أشهر إلى سنة. أما لو ترافق مع فتق إربي أو استمرار هذا التجمع السائل حول الخصية أكثر من سنة، فيجب إجراء عمل جراحي لتصليح هذا الخلل. الخصية نفسها قد لا يكتمل نزولها إلى كيس الصفا، والتي تسمى بالخصية المعلقة أو الخصية غير مكتملة النزول. هذا يجب إجراء عمل جراحي لتثبيت الخصية في مكانها إذا لم تنزل تلقائيا خلال 6 أشهر الأولى من عمر الولد. من التشوهات النادرة ولكن المهمة والخطيرة التباس الجنس، وهو شائع أكثر عند المولود الأنثى. في هذه الحالة لا نتمكن من تمييز جنس المولود، وننصح بشدة بإجراء استشارة لطبيب مختص في هذه الحالات. هذه كانت لمحة مختصرة وسريعة عن أشعة التشوهات الولادية للمسالك البولية والتناسلية عند الأطفال. كان معكم الدكتور عوني الشامي، أخصائي المسالك البولية والتناسلية مستشفى أبها خاص العالمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.